مرحبا بكم مشاهدينا اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج واينت، والبدايه مع فقره هاشتاج. اطلق اعلاميون وناشطون وكتاب حمله الكترونيه تحت هاشتاج ادويه حوثيه تقتل اليمنيين، وذلك بعد حادثة الأطفال المرضى في مركز السرطان في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الذين تلقوا أدوية منتهية الصلاحية مما تسبب في وفاتهم. استنكار واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه الواقعة المشينة في وش الميليشيا الحوثية، فلو حدث هذا في أي مكان بالعالم لضجت المنظمات الحقوقية بدواعي الإنسانية، لكنها تلتزم الصمت المريب تجاه جرائم الميليشيا ولا تحرك ساكناً. نستعرض أهم التغريدات التي نشرها أصحابها حول هذه الجريمة الحوثية بحق أطفال مرضى السرطان، والبداية مع واي تويت. ننطلق بأول تغريدة لفهد الشرفي الذي غرد حول بيع ميليشيا الحوثي للأدوية في السوق السوداء، يقول في تغريدته على تويتر: تشير التقارير المتواترة إلى أن الميليشيا الحوثية تقوم باستمرار بيع الأدوية المقدمة من المنظمات الدولية في السوق السوداء، كما خزنوا جزءا كبيرا منها وباعوها منتهية الصلاحية، ويتاجر أبرز قياداتهم بالأدوية المهربة الرديئة التي تقتل المواطنين يوميا. ليست الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية إلا إحدى أدوات الموت التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لقتل اليمنيين، يقول أصيل السقلدي في تغريدة له على تويتر في هذا السياق: لم تترك ميليشيات الحوثي آلة موت إلا واستخدمتها في قتل الشعب اليمني، ومن آلات الموت التي تستخدمها الميليشيات في جرائمها هي الأدوية المنتهية والمسمومة والتي لا تخضع لأي رقابة من أي جهة مختصة، فالحوثي لا يريد إلا المال وقتل الشعب اليمني. وغرد أنور التميمي حول ضرورة أن تكون هذه الجريمة الحوثية بحق أطفال مرضى السرطان قضية رأي عام، يقول في تغريدته: حتى النازيين لم يبلغوا مرتبة الحوثيين في الجرم، جريمة مقتل الأطفال بأدوية فاسدة تستوردها وتبيعها شركات حوثية يجب أن تصبح قضية رأي عام وتقديم دعاوى قضائية من قبل ذوي الضحايا أمام المحاكم الدولية. وعن أعداد الأطفال من ضحايا الأدوية المنتهية التي تبيعها ميليشيا الحوثي، غرد رماح الجبري وقال: 40 طفلاً مصاباً بالسرطان تقتلهم الميليشيا الحوثية عبر أدوية منتهية الصلاحية. غيرت وزارة الصحة الحوثية تاريخ الصلاحية وفقاً لتقارير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وغرد زيد بن يافع حول هذه الجماعة الحوثية وكيف بات اليمنيون أكثر إدراكاً بوجهها القاتم الذي تكشف خلال سنوات الحرب عنه، يقول في تغريدته: قبل 2015 لم نكن نعرف الحوثي جيداً، ولكن 8 سنوات من الحرب عرفنا الكثير عن هذه العصابة السلالية، ولسنا مستغربين تعاملها الإجرامي مع الشعب اليمني واستخدامها طرق مختلفة للقتل بالمفخخات أو المتاجرة بالأدوية الفاسدة أو بفرض جبايات ظالمة تسببت بمجاعة جماعية. وعما تعرض له القطاع الصحي من قبل الميليشيا الحوثية من استهداف وتدمير ونهب لموارد، غرد حمزة الجبيح يقول في تغريدته على تويتر: الحوثيون جماعة إرهابية لا يهمها حياة اليمنيين ولا صحتهم، ولذلك استهدفوا المستشفيات وقضعوا المخصصات المالية وباعوا العلاجات في السوق السوداء، وبعضها باعوها منتهية الصلاحية ونهبوا المساعدات الدوائية وخزنوها وحرموا منها الأمراض. عن الصفقات المشبوهة مع شركات الأدوية التي يقوم بها القيادي الحوثي محمد المداني رئيس الهيئة العامة للأدوية، غرد حسن غالب على تويتر يقول: يقوم القيادي الحوثي محمد المداني المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للأدوية بعقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات المستوردة للأدوية والسماح لها بإدخال أصنافاً من العلاجات دون أي رقابة أو معايير، وإغراق السود بأدوية تهدد حياة المرضى بغرض التكسب والثراء. وعن السماح الحوثي والتساهل في تهريب الأدوية التي تسببت في موت الكثيرين، غرد ناصر الشليلي يقول في تويتر: لا تتورع الميليشيا الحوثية عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيين،
ولعل من أخطرها السماح بتهريب الأدوية الغير مطابقة للمواصفات وبيعها للمرضى كسوب زعاف وليس دواء، أدوية حوثية تقتل اليمنيين. هذه الحملة جاءت بعد أن انتشرت الأدوية المهربة والمغشوشة في الأسواق بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والتي تتبع معظمها قيادات حوثية. الإعلامي عبد الله إسماعيل غرد في هذا السياق يقول: أغرق الحوثيون السوق بالأدوية البديلة المغشوشة في المناطق المحتلة بغرض الإثراء وتمويل حربهم وبالجباية عينيا أو ماليا تحت مسميات مختلفة دون اهتمام بصحة الناس وحاجاتهم، وتستمر في محاربة الشركات التي توفر أدوية أصلية. صلاح الأسدي غرد أيضا حول صمت المنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الحوثية بحق اليمنيين، يقول: 8 أطفال من مرضى مركز السرطان يفقدون حياتهم نتيجة منحهم أدوية منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. لو حدث هذا في أي مكان بالعالم لضجت الدنيا بدواعي الإنسانية، لكنها تلتزم الصمت المريب تجاه جرائم الميليشيات ولا تحرك ساكنا. وغرد منصور الصمدي واصفا ما تقوم به الميليشيا الحوثية من إبادة بحق اليمنيين بطرق شتى، يقول: لم تكتفي ميليشيا الحوثي الإيرانية بتدميرها للقطاع الصحي ونشرها للأمراض والأوبئة وتسميمها للمغرر بهم من مقاتليها بمخدر الشابو الفتاك الذي تخلطه بمسحوق الشمة، بل إنها تسعى لإبادة اليمنيين من خلال الترويج للأدوية المهربة والقاتلة. فيصل المجيدي غرد حول تسبب ميليشيا الحوثي في عودة الأمراض التي انتهت في اليمن منذ عشرات السنين، يقول في هذا السياق: عادت أمراض تم إنهاؤها في اليمن في سبعينيات القرن الماضي بفعل الحوثي وميليشياته، يعتقدون أنه يجب التخلص من كل يمني ما لم يكن عبدا لهم. ميليشيا الحوثي ومنذ دخولها صنعاء سعت إلى منع كل شركات الأدوية التي تحظى بسمعة محترمة وتمتلك توكيلات رسمية، واستبدلتها بشركات تابعة لقيادات وتبيعها من خلال أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية. ثابت الأحمدي غرد في هذا السياق يقول: صدت الميليشيات الحوثية بطريقة همجية على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث منعت كل شركات الأدوية التي تحظى بسمعة محترمة وتمتلك توكيلات أعرق الشركات العالمية للدواء، وخصخصت السوق قسرا لعدد من تجار الجماعة الذين يرتبطون بشراكة مباشرة مع قائد الجماعة الحوثية. في نفس السياق، وما يقوم به القيادي طه المتوكل المعين من قبل الجماعة وزيرا للصحة من استثمارات في المجال الصحي، تقول وضحى مرشد في تغريدة لها على تويتر: طه المتوكل القيادي الحوثي والذي يشغل منصب وزير الصحة لدى الحوثيين يستثمر في المجال الطبي والدوائي عبر مشاريع تابعة له في صنعاء كمستشفى اليمن السعيد ومستشفى يوني ماكس الدولي وشركة يوني ماكس لاستيراد الأدوية وشركة يوني ماكس للتجارة العامة. أيضا غردت عفاف ثابت حول استثمار القيادي محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية وقالت: استيراد الأدوية منتهية الصلاحية جريمة تضيفها ميليشيا الحوثي إلى سجل جرائمها بحق الشعب اليمني. مستوردو هذه الأدوية قيادات حوثية، أبرزهم رئيس الهيئة العليا للأدوية محمد المداني الذي يملك مجموعة من الشركات ويقف وراء جرائم التصفية للمرضى بالأدوية المغشوشة. جرائم كثيرة طالت القطاع الصحي في زمن ميليشيا الحوثي، بل سخرت هذا القطاع لصالح قياداتها والموالين لها الذين باشروا في تحويله إلى مصدر استثمار على حساب اليمنيين. غرد سعيد الجعفري في هذا السياق يقول: جرائم الميليشيات الحوثية تضال قطاع الصحة كغيره من بقية القطاعات الأخرى، ونهبت المخصصات المالية والدعم المقدم من قبل المنظمات للمستشفيات والمراكز الصحية، ولم تكتفي بذلك بل تقوم ببيع الأدوية المهربة والمزورة وملأت السوق بها. همدان العلي غرد أيضا حول النهب الحوثي لموازنات القطاع الصحي والمساعدات التي تأتي لمواجهة الأمراض والأوبئة وقال: بسبب نهب الحوثيين لموازنات ومساعدات القطاع الصحي
عادة الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والشمانيا والدفتيريا وحمى الضنك والجدري وغيرها من الأمراض التي انتشرت خلال سنوات الحرب وأصابت مئات الآلاف وتسببت بوفاة كثير ممن كان يمكن إنقاذهم. وأخيرا من واي تويت، غرد محمد المخلافي في نفس السياق وتحدث عن بيع الأدوية المخصصة لليمنيين في السوق السوداء، يقول: تاجرت الميليشيات بأدوية الكوليرا المخصصة لليمنيين من قبل المنظمات وباعتها في السوق السوداء، وتسببت في تدهور ووفاة الكثير من المرضى، وأسست سوقا للدواء وشركات أدوية تابعة لقيادتها لتتاجر بأدوية إيرانية منتهية الصلاحية وأخرى ضارة ورديئة. إلى فقرة وايفيس. نشر جهاد محسن حول هذه الحادثة، يقول في منشور له على فيسبوك: فيديو من واقع المجتمع المكلوم صنعاء، شابا انتحر شنقا أمام الناس أجمع، وكتب رسالة قال فيها إنه انتحر بسبب الفقر والفاقة والظلم الذي يعيشه من قبل ميليشيات الحوثية. هذا حصل اليوم في صنعاء 9 أكتوبر 2022، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الفقراء ينتحرون جوعا وخيرات البلاد ينهبها المجرمين. أما إحسان جمال فعلقت في منشورها حول مرور هذه الجريمة بشكل طبيعي وأن الجهات المعنية لن تحرك ساكنا، تقول في منشورها: عن سبب انتحار هذا الشاب في صنعاء، يكفي أنه بصنعاء، لا هذه الحادثة بتهز حشود السبعين ولا المشرف اللي قطع عليه سلة الغذائية بيت حاسب، ولا الرسول بيشفع له لأنه انتحر بسبب عياله، ولا بيصلوا عليه لأنه غادر من النار إلى النار. إذا قررت الموت لا تموتوا وحدكم، امسكوا مشرف وراس براس. كتب ماجد زايد منشورا على هذه الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، يقول في منشوره: انتحر الشاب، ألقى بنفسه من مشنقته من سطح المبنى، لقد سئم الحياة برمتها، لقد تجاوز حدود الصبر والبقاء، ليس ضعيفا وليس جبانا، إنه من أشجع الشباب، لكنه عجز تماما عن حياته وأهله ومستقبله، لا طريق آخر سوى المشنقة ولا سبيل أخير سوى الرحيل مع المعاناة. هذا واحد منا، نحن اليمنيين، واحد من المسحوقين في ثنايا الحرب والتنظيمات المتقاتلة، وهو صدى عن آلاف الشباب المنقطعين عن حياتهم وأحلامهم. هذا واقع اليمنيين في زمن الحرب والخوف واليأس والانتحار. ونشر جهاد عكروت عن سبب إقدام هذا الشاب على الانتحار وما آلت إليه البلاد من أوضاع معيشية، يقول: انتحار شاب في أحد فنادق صنعاء بسبب تردي الأوضاع وغلاء المعيشة، الله ينتقم من كل ظالم، نهبوا الشعب باسم المولد النبوي ومليارات تصرف على خرق خضراء والألعاب النارية وغيرها، والشعب يموت من الجوع، اللهم انتقم منهم يا كريم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رمزي المضرحي علق أيضا حول الأوضاع المعيشية، يقول في منشوره على فيسبوك: شاب ينتحر في صنعاء، وبهذا تزداد ظاهرة الانتحار في اليمن التعيس، وما بش داعي لتحليل الأسباب، مثل غيره بسبب الوضع طبعا الذي وصلت له اليمن. إلى فقرة واي ترند وأهم المواضيع العربية والعالمية. تداول الرواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد الخريجتين الكثيفتين نجوى ووالية عبد الله الحيدري في حفل تخرجهما من كلية الآداب في جامعة تعز. ظهر الأب كما لو أنه حاز على الدنيا بحذافيرها، الجميع تأثر من تعابير وجهه وحرارة تصفيقه لبناته، غرقت عيناه بالدموع والفرحة والبهجة لعظمة هذا الإنجاز الذي توجد به بناته الكفيفات. التطورات التي حصلت مؤخرا بعد هذه التصريحات للعريس والتي وصفها البعض بأنها تمثيلية في علاقة الزوجين بأنها حميمة،
أن العروس عادت لتكشف اليوم تفاصيل ما تعرضت له من تهديدات بإلقاء مياه النار على وجهها وحبسها 15 يوم، كما كشفت عن قصة زواجها الذي تم بطريقة تقليدية في 4 أشهر وما يتردد حول وجود قصة حب بينهما. نشاهد تصريحات العروسة مها محمد. حبسني 15 يوم في شقة أخوه وضربه وتعذيبه وسبه وقصه وإهانة. أنا شايف أنا جوازتي كانت جوازة صالونات، كانت جوازة 4 شهور. إيه اللي أخبارك إن أنت طلعتي تكلمي كده؟ أنت قلت إن في حب 15 سنة ما بينك وما بينك. لا مفيش، ما طلعتش مني أنا كلمة 13 سنة. اتفاجئت إنه متجوز. دي كان سبب الخلاف الأولاني؟ أيوه ده كان سبب الخلاف الأولاني، ولما طلبت إن أنا أنفصل منه بعد كتب الكتاب بسبب الموضوع ده، جه هنا في شارعنا ورفع السلاح والآلي والمش عارف إيه، وراح اتهجم على قرايبي كلهم قرايبي يشهدوا بكده ان هم تهددوا بكده. انا كنت مهدده تحت تهديد السلاح، وكنت مهدده ان انا هيتكب على وشي ميه نار، ومهدده ان والدي هيتقتل وجوز اختي هيتقتل واولاد عمتي واولاد عمي هيتقتلوا، وانا خفت على أيضا. في العاصمة الأوكرانية كييف نشاهد هذا الفيديو للرجل نجا بأعجوبة أثناء قصف جسر الحب في العاصمة الأوكرانية كييف. انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج وينت. ألتقيكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين في أمان الله.